في العادة إذا رأت الأم هذا المشهد لطفلها ربما تفقد أعصابها، وتسمي هذا الموقف من المواقف الصعبة التي يصعب فيها السيطرة على المشاعر. لكن عند الحديث عن الأطفال وما يحملونه من طاقة كبيرة، تستلزم في كثير من الأوقات التوجيه والتنظيم تلافياً لأخطائهم التي لا تنتهي. لكن مهلاً، هذا ليس خطأً. اترك طفلك يلعب في التراب وتابع هذا الفيديو لتعرف جيداً ما الذي يحدث في تلك اللحظات السعيدة بالنسبة لأطفالنا. سنخبركم اليوم عن فوائد لعب الصغار في التراب. عزيزتي الأم، عزيزي الأب، انتبه جيدا. ينقسم جهاز المناعة إلى قسمين. هناك المناعة الفطرية التي تولد مع الإنسان وتمنحها الأم لطفلها من خلال تعرضها للميكروبات وإنتاج جسمها الأجسام المضادة. أما القسم الآخر من الجهاز المناعي فهو المناعة المكتسبة، وهو القسم المناعي الذي يتعلم من تعرضه للأوساط المختلفة. لذا عندما يمرض الطفل على سبيل المثال، فالأفضل أن ندعه كذلك حتى مضي فترة العدوى، وأن نحرص على تناوله المغذيات الأساسية، وأن ندع العدوى تأخذ مجراها للقضاء على مسببات المرض، وأن نفسح المجال أمام جسمه لإنتاج الأجسام المضادة اللازمة. فهذا أفضل ما يمكن أن نفعله في تلك اللحظة، بدلاً من التعجل في تعطيل الجهاز المناعي وكبح ارتفاع درجات الحرارة وإعطاء الطفل الكتامول والبارسيتامول من أجل تخفيض درجة حرارته. إن ذلك سيحول دون تطور جهازه المناعي، ويسبب إصابته المتكررة بالأمراض وطول فترة استقرار العدوى في جسمه عند إصابته بأي مرض آخر. قد تنجو أجسامنا من شر الأمراض التي تسببها الجراثيم، ولكن ما أقل ما تنجو من الأمراض التي تسببها التخمة وفساد المطبخ الحديث وأسلوب المطاحن ومعامل الأغذية المعلبة والأدوية التي توصل إليها العلم الحديث لخدمة الإنسانية وإنقاذها من الألم والعذاب. حولتها المعامل والمتاجر إلى وسائل لابتزاز المال، فأصبحت تستعمل فيما ينفع وفيما لا ينفع، مما أدى إلى إضعاف المقاومة والفعالية في الأجسام. هل تصدق أن طبقاً من العدس خير لك من زجاجة كاملة من شراب الحديد؟ إذا تابعت هذه القناة فستؤمن أن في الطبيعة عدداً من النباتات فيها الغذاء وفيها الدواء وفيها الشفاء. في وسع كل مشاهد أن يزيد حصيلته المعرفية وينمي جسمه على أساس صحي وسليم. نحن معرفة وأكثر. ثمة علاقة وثيقة بين الدماغ والأمعاء، هيا نكتشف السر. إذ تحوي الأمعاء جميع الميكروبات التي تلعب دورا كبيرا في الجهاز المناعي. تعمل هذه الميكروبات المختلفة معا جنبا إلى جنب لمنع مسببات المرض من اختراق الجسم. ولهذا نود التشديد على أهمية لعب الأطفال خارج المنزل أكثر من المكوث فيه. ولكننا للأسف بتنا نجد الكثير من الأطفال الذين يمضون أوقاتا طويلة بالفعل داخل المنزل وفي أيديهم الأجهزة اللوحية والألعاب الإلكترونية، ولا يتعرضون للجراثيم الموجودة في التربة التي تساعدهم بشكل كبير على تعزيز مناعتهم في مراحل لاحقة من حياتهم. وهناك دراسات كثيرة أجريت في هذا المضمار تظهر بأن قضاء الأطفال أوقات أكبر خارج المنزل يقلل من خطر إصابتهم بالالتهابات، بل وحتى أمراض المناعة الذاتية، وهذا مذهل للغاية. إن الأطفال الذين يقضون وقتا أكبر في الطبيعة يعانون من إصابات أقل بالالتهاب والأمراض التنفسية، كما أنهم يحظون بتحسن رائع في الصحة النفسية، وهذا يعزز الوظائف المعرفية ويعمل على تحسين مزاج الطفل. ف
فالعبرة ليست مجرد لعب الأطفال بالتراب أو التربة، بل باللعب خارجا في الغابات والطبيعة والحقول وعلى شواطئ البحار. تظهر الدراسات أن الأطفال الذين نشأوا في بيئات زراعية يتمتعون بصحة أكبر من أولئك الذين نشأوا في بيئات منزلية، كما أن الأطفال الذين يخرجون إلى الطبيعة بشكل أكبر يعانون من مستويات أقل من الاكتئاب بفضل وجودهم في بيئة غنية بالأشجار والأعشاب والمتنزهات والأنهار والبحيرات. ولكم أن تتخيلوا هذه المعلومات الصادمة التي ذكرها الدكتور إيريك بيرغ اختصاصي التغذية العلاجية في واحد من فيديوهاته المنشورة على الإنترنت، إذ تحدث عن الاستحمام في الغابات، وقد ذكر أن ذلك يلعب دورا رائعا في تعزيز جهاز المناعة. ولكم أن تتخيلوا أن ثمة أحد المواد الكيميائية النباتية التي تفرزها أشجار الصنوبر تدعم صحة الجهاز المناعي إلى حد كبير، وهناك رابط بين تحسن الجهاز المناعي وتحسن الوظيفة المعرفية والمزاج. إحدى الدراسات الهامة جدا تظهر تحسنا في مستويات الذكاء لدى الأطفال الذين يمضون أوقاتا أطول خارج المنزل في الأوساط ذات المساحات الكبيرة والمتنزهات والأشجار وبين الأعشاب، بالمقارنة مع أطفال المدن الذين لا يحظون بنفس القدر من الاحتكاك مع الطبيعة. والخلاصة، بعد استماعك لهذا الفيديو اصطحب أطفالك برحلة عائلية خارج المنزل في الطبيعة واتركهم يفعلوا ما يشاءون، فليلعبوا بالتراب، فليزرعوا بعض الثمار أو الأشجار، اتركهم يتواصلوا بطريقتهم مع الأرض والتراب، اتركهم يحبون الطبيعة كثيرا، اتركهم لينموا حواسهم بطريقة رائعة. إياكم أن تقولوا لا لأطفالكم، إياك أن تقول لولدك لا تتسلق الشجرة أو لا توسخ نفسك، استمتعوا بتلك الفوضى التي يصنعها أطفالكم في تلك الأماكن. نتمنى أن نالت هذه المعلومات إعجابكم، شكرا لكم على حسن المتابعة وكرم الإصغاء، وهذه تحياتي محدثكم أحمد وفريق عمل معرفة وأكثر.